الله يحفظ ولدك يا سلامة. هي؟ ما شاء الله عليك كله حيوية ونشاط، وهذا أكيد بفضل اهتمامك به وحرصك على تغذيته السليمة. هي؟ لكن أحيانا هناك عناصر ما ينتبه الأهل لأهميتها. الزنك مثلا يساعد أكثر من 70 إنزيم في الجسم على العمل. ها؟ حاجة الطفل من الزنك هي 3 ملغرام يوميا حتى عمر 3 سنوات، علما أن 30 جرام من لحم العجل يحتوي 2.6 ملغرام من الزنك. أه. وربع كوب من البازيلا المطبوخة 0.4 ملغرام، يعني بوجبة الغداء تقدرين تأمنين هلا. تعرفين مدى أهمية الكالسيوم في بناء العظام، وهو موجود في الحليب ومشتقاته، لكن للتنويع ربع كوب من السبانخ يأمن 60 ملغرام من الكالسيوم. أما الحديد، قطعة خبز من القمح الكامل فيها 1 ملغرام حديد، وربع كوب زبيب 0.7 ملغرام. أما فيتامين ألف فهو مهم للنظر ونمو العظام والشعر والجلد، ولين عمر 3 سنوات الطفل يحتاج إلى 1000 وحدة دولية يوميا. أمورك طيبة يا سلامة، لأن ربع كوب سبانخ يأمن 5700. ولا ننسى إضافة إلى الطعام، الحليب المدعم يغطي أي نقص بهذه العناصر الغذائية. وعساكم دوم صحة وسعادة.